لكنا احنا فعلا عندنا جدية كلنا كمجتمع دولي على ان يبقى فيه فرصة حقيقية ان يبقى فيه دولة فلسطينية جنبا الى جنب مع الدولة الاسرائيلية، ويبقى فيه فرصة لهم ان هم يعيشوا بكرامة كبيرة جدا جدا في بلدهم، ويديروا امورهم بالشكل اللي هم يرتضوه دون ان يكون لهم ضرر او يكون للمواطن الاسرائيلي على الجانب الاخر ضرر. بصراحة اعتراف دولي بفلسطين، دولي يعني بتكلم على الامم المتحدة، دولي يعني بقول كل العالم بقت دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة وكاملة وكمال الاعتراف فيها من جانب الدول الكبيرة. اذا ده لو تحقق احنا ممكن نقول ان رغم ان في ازمة وفي مأساة كبيرة جدا احنا شفناها خلال الخمس شهور اللي فاتوا، الا ان يبقى عزائنا للي حصل ان بقت في دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هو ده الموضوعين اللي انا يمكن حبيت اتكلم معكم فيهم، واقول ان احنا حذرنا ايضا من اتساع نطاق الحرب، ويبقى زي ما انتم شفتوا من سلامة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس وتأثير ده على التجارة الدولية بشكل كبير، كل ده احنا حذرنا منه، وايضا ان ممكن الصراع يمتد الى الشمال، كل دي مخاطر احنا بنحذر منها وبنقول ان احنا نتمنى خلال يعني ايام قليلة بالكتير نصل الى وقف اطلاق النار وما يبقاش فيه تطور سلبي ممكن يؤثر على الموقف اكتر من كده.